أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية من تغطيتنا المتواصلة لتطورات الأوضاع في السودان. وبينما تستمر الاشتباكات لليوم الثالث، أقر الجيش بدخول قوات الدعم السريع إلى مطار مراوي العسكري متعهدا باستعادته في أقرب وقت، بينما أكد الجيش أن جميع مقرات القيادة العامة تحت السيطرة رغم الاشتباكات الضارية التي تدور منذ ساعات. لكن في المقابل لا تزال قوات الدعم السريع تؤكد سيطرتها على مقرات داخل القيادة العامة. طبيعة الأحداث التي تحدث منذ الأول من أمس هي محاولات اشتباكات ومحاولات اقتحامات لعدد من المقرات العسكرية. نحن نتصدى لهذه المحاولات، وإضافة إلى أن هنالك عمليات قنص واستهداف لضباطنا وجنودنا، لذلك جرت محاولات لاعتقال والقبض على أفرادنا ضباطنا وجنودنا يتحركون إلى مواقعهم، مواقع عملهم الرسمية. تم القبض على، وأقول أسف، تم القبض على العديد من الضباط الذين هم دارسون في دورات، مثال الضباط الموجودون مثلا في معهد الاستخبارات، او ضباط توجهوا الى مواقع عملهم في الصباح. تم اعتقالهم واعتبارهم جذوع بشريه في مقرات ميليشيا الدعم السريع. اشتباكات اليوم محدودة جدا، أقل حدة بكثير من اليوم الأول من الأمس. نحن نحصر عملياتنا في هذه المرحلة في التصدي لمحاولاتهم اقتحام بعض المواقع، مقرات القوات المسلحة في محيط القيادة العامة. جميع مقرات القيادة العامة هي الآن تحت يد وسيطرة القيادة العامة. الصوت بيجي احساس داير بيدور من حوالينا كل الاتجاهات. هذا وطلب قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو عبر سلسلة تغريدات نقلتها وكالة رويترز من حسابه على تويتر، طلب المجتمع الدولي للتحرك الفوري والتدخل ضد ما أسماه بجرائم رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان. من جهة أخرى، نشر الجيش السوداني بيانا اتهم من خلاله قوات الدعم السريع بممارسة أعمال سلب ونهب لممتلكات المواطنين. بيان الجيش أكد سيطرته على جميع مقرات القيادة العامة، مشيرا إلى عدم صحة سيطرة الدعم السريع على بيت الضيافة أو القصر الجمهوري أو القيادة العامة. وقال البيان إن القوات الجوية للجيش تنفذ ضربات ضد عناصر الدعم السريع في الخرطوم. نؤكد أنه لا صحة إطلاقا لاستيلاء أو سيطرة ميليشيا الدعم السريع المتمردة على أي من مقرات القيادة العامة، ولا على قصر الضيافة، ولا على القصر الجمهوري. هذه أكاذيب مضللة. الأمر الثاني، نحن نؤكد أننا في القوات المسلحة، لأننا قوات محترفة وقوات مسؤولة، ونحن نلتزم تماما بجميع قواعد الاشتباك في مثل هذه الحالات. نحن نتقيد تماما بمقررات القانون الدولي الإنساني، قانون النزاعات المسلحة في هذا النزاع المسلح. ورغم نفي الجيش، أكد يوسف عزت مستشار سياسي لنائب رئيس مجلس السيادة وقائد قوات الدعم السريع للعربية صحة سيطرة الدعم السريع على القصر الجمهوري وعلى مقرات القيادة العامة. نحن نسيطر على القصر الجمهوري، نحن نسيطر على كل المغار المتواجدة على طول شارع عدنين، كل الوزارات، نحن نسيطر على كافة مداخل ولاية الخرطوم الكباري، كافة الكباري التي تربط بين الخرطوم والمدن الثلاثة الأخرى. نحن فقط عبر هذه القناة نطمن المواطنين أن هنالك دعاية أن الدعم السريع يعتدي على المواطنين أو ينهب ممتلكاتهم، هذه دعاية رخيصة. نحن نؤمن المواطنين ويشهد بذلك كل المواطنين في الشارع
نؤمن المواطنين، نؤمن المغارة التي نستلمها ولا ندخلها ولا نعتدي على وثائقها ولا على أوراقها. ديل بيصارعوا في سلطة، ديل بيصارعوا في نهب للدولة، ديل بيصارعوا في نهب الدولة ونهب الشعب. نحن بنصارع في الأكل والشراب والتعليم والعلاج، ما وفروا لنا، يصارعوا في شنو؟ استعاد الجيش السوداني السيطرة على التلفزيون وبث بيانا وصف فيه قوات الدعم السريع بالميليشيا. ذكر الجيش السوداني في بيانه أن قوات الدعم حاولت تدمير البنية التحتية للتلفزيون بعد عجزهم عن السيطرة عليه وإذاعة بيانهم. من الخرطوم ينضم إلينا مراسل العربية سالم الهاشمي. سالم، مرحبا بك معي في هذه الساعة من التغطية للأحداث في السودان. أريد أن أبدأ معك بتصريحات الخارجية السودانية، ما أبرز ما تضمنته هذه التصريحات، وكذلك نريد إجمالا كاملا لها سالم. نعم، بداية دعنا نتحدث عن ما يدور الآن في الأرض. الآن في الأرض هناك أصوات لأعيرة نارية وتبادل إطلاق النار والمدافع كذلك في اتجاه الخرطوم، اتجاه القيادة العامة، وكذلك هنا في منطقة بحري في منطقة كوبر أيضا هناك أصوات لأعيرة نارية متفاوتة تضج بها منطقة بحري قبل لحظات من الآن وما زالت حتى هذه اللحظة. الخارجية السودانية تقول أنها تقدر جهود الوساطة الأفريقية والعربية والدولية وأن ما يحدث هو أمر داخلي ينبغي أن يترك للسودانيين لإنجاز التسوية فيما بينهم. الخارجية السودانية هنا تؤكد على عدم تدخل الآخرين في الشؤون السودانية وأن هذا الأمر سيتم سيحله السودانيين فيما بينهم وسيصلون إلى تسوية في هذه القضية الشائكة وهذه الحرب الشائكة في الحقيقة. أيضا لدينا العديد من الأمور المتعلقة بالشأن الإنساني، خاصة الشكاوى التي تأتينا على رأس كل دقيقة إن صحت العبارة، يعني شكاوى من الأطباء من اللجان كذلك لجان الأحياء عن عدم وجود طرق وممرات آمنة للوصول إلى المصابين في المستشفيات، حتى الأطباء لا يستطيعون الوصول إلى مكان أعمالهم. هناك أيضا عدد كبير من المصابين. إذا كنت تسمع الآن هذه العيرة النارية التي تنطلق هنا في منطقة كوبر في بحري، لا يستطيعون الوصول إلى المستشفيات لأن المستشفيات مليئة بالمصابين وهناك يعني طلب عالي أو ضغط عالي على المستشفى يحتاج أن يصل إليه المسعفون والأطباء في ليواصلوا أعمالهم. المستشفيات بعد هذا الضغط يعني يجلس المصابون في الطوارئ بعدم وجود الكادر الطبي الذي يستطيع أن يقدم لهم الرعاية، هذه واحدة. الثانية، حتى المعينات الطبية نفسها بدأت تنفذ في عديد من المستشفيات. هذه من الأمور التي أيضا تتوارد إلينا تباعا على كل ساعة ويتصل علينا الأطباء وكذلك المسؤولون في المستشفيات المختلفة في العاصمة لأنه يجب أن يكون هناك تدخل لوصول هذه المساعدات حتى يستطيعوا أن يسعفوا المصابين. طيب، يعني قبل الحديث والعودة لموضوع الأطباء الكوادر الطبية، الاشتباكات من حولك سالم هل هي قريبة من سجن كوبر الذي يتواجد فيه الرئيس المخلوع عمر البشير؟ نعم، هي الاشتباكات ليست في
في كوبر لا نعني بها في السجن، وإنما نعني في الامتداد الذي يكون في الشارع الذي ينتهي به كوبري كوبر. هذا الطريق في هذه المنطقة دائما أو في اليومين الماضيين حدثت اشتباكات عنيفة في هذه المنطقة. أريد أن أذكر فقط بأن منطقة كوبر بها يعني عدة مواقع عسكرية لمختلف الجهات، مثلا في كوبر يوجد ليس بعيد من هذه المنطقة جهاز المخابرات العامة، ليس بعيد من هذه المنطقة أيضا إحدى فرق الجيش السوداني كذلك، ويوجد السجن في هذه المنطقة كذلك، فهي منطقة فيها العديد من المقار العسكرية. فالآن في هذه الأثناء نستمع إلى أصوات للاشتباكات، لكني لا أرى الآن بعيني في أي منطقة بالضبط، أو لا أستطيع التحديد في أي منطقة من مناطق كوبر حتى الآن. أخيرا في الوضع الإنساني والأوضاع الطبية بالنسبة للمستشفيات، هل هناك في الأساس نقص في الكوادر الطبية التي تعمل في المستشفيات؟ نحن لا نتحدث عن صعوبة الوصول المستشفيات، نتحدث عن نقص في الأساس موجود في هذه المستشفيات. صحيح، إضافة لهذا النقص الآن لجنة طباء السودان المركزية تقول أن المستشفيات تتعرض للقصف بالمدافع الأسلحة النارية، تسبب القصف بخروج مستشفى الشعب والخرطوم التعليمي عن الخدمة، وتقول أن قصف المستشفيات يعد انتهاكا واضحا للقانون الدولي وموافق حماية المؤسسات الصحية، وتطالب المجتمع الدولي بإلزام طرفي الصراع بعدم المساس بالمؤسسات الصحية وفتح الممرات الإنسانية. يعني هناك مستشفيات خرجت عن 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 الخدمة سالم بعد أن تعرضت للقصف أو لرشقات نارية، وما هي هذه المستشفيات؟ مستشفى الشعب هذا هو مستشفى الخرطوم التعليمي، المستشفى الأكبر على مستوى ولاية الخرطوم أو على مستوى الخرطوم بالضبط حتى نكون أكثر دقة، هو في هذه المنطقة التي ليس بعيد من القصر الجمهوري وليس بعيد من القيادة العامة للجيش كذلك. هذا المستشفى على شارع المكرمت، مستشفى الشعب ومستشفى الخرطوم التعليمي، مستشفى كبير جدا، مستشفى حكومي من أكبر المستشفيات كما ذكرت لك في العاصمة الخرطوم، وهو في موقع سنتر أي في سنتر الخرطوم في منتصف الخرطوم وسط الخرطوم. الآن لجنة طباء السودان المركزية تقول أنه خرج عن الخدمة. أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات والتفاصيل من الخرطوم، مراسل العربية سالم الهاشمي. إذن تشهد السودان وبالأخص العاصمة الخرطوم اشتباكات مسلحة بين قوات الجيش بقيادة البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة حميدتي. نشاهد أعمدة دخان، اشتباكات مسلحة، رصاص ودماء، إنها سلة العرب الغذائية التي ملئت قنابل ومتفجرات بدل الطعام والشراب. نحو 16 انقلابا عسكريا ومحاولة انقلاب منذ استقلاله بعثرت خيراته وأهدرت مقدراته، إنه السودان. نحو 46 مليون مواطن، نصفهم فقراء، في بلد فيه أكثر من 10 أنهار طبيعية و175 مليون فدان من الأراضي الصالحة للزراعة. في السودان ما يزيد عن 100 مليون رأس من الماشية، أي أضعاف ما تملكه هولندا. هنا تاسع بلد منتج للذهب على مستوى العالم، وثالث بلد منتج للنفط على مستوى أفريقيا. وفيما تتواصل الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع، تعالت الأصوات شعبياً مطالبة بوقفها على الفور والوصول إلى حلول تلبي طموح المدنيين بسودان مختلف. أظهرت صور إضرام النار في مدرج مطار الخرطوم جراء الاشتباكات المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع. Thank you.
المراسل العربية نقلا عن مصادر محلية وشهود عيان بمدينة نيالا بولاية جنوب دارفور غرب السودان باستمرار الاشتباكات المسلحة بين الجيش وقوات الدعم السريع في عدد من أحياء المدينة، فيما تؤكد قيادات عسكرية أن قواتها تتمركز أمام مقر قيادة الجيش في نيالا والمقار الاستراتيجية في المدينة، بينها البنوك التجارية والمؤسسات الرسمية. وبالتزامن أيضا نقل شهود عيان عن وقوع عمليات سلب ونهب في عدد من مقار المنظمات الدولية والمحلية بالمدينة. وفي ردود الأفعال الدولية، قال وزير الخارجية الأمريكي خلال لقائه نظيره البريطاني جيمس كليفرلي قال إن بلاده تشعر بقلق عميق تجاه استمرار الاشتباكات في السودان، مؤكدا على أهمية الاتفاق مع الحلفاء على ضرورة وقف الاشتباكات الدائرة. بلينكن أضاف أيضا أن الشعب السوداني يريد عودة العسكريين لتكناتهم حيث يتطلعون إلى دولة ديمقراطية. من جهته دعا وزير الخارجية البريطاني طرفي الصراع إلى إعطاء الأولوية للسلام لإنهاء الأزمة. ثمة قلق عميق مشترك بشأن القتال في السودان والتهديد الذي يشكله على المدنيين وعلى السودان وعلى المنطقة. نشعر بقلق عميق تجاه استمرار الاشتباكات في السودان. ناقشنا هنا في اليابان الوضع في السودان مع حلفاء في الشرق الأوسط وأفريقيا، وهناك اتفاق مشترك حول ضرورة أن يعمل العسكريون على ضمان حماية المدنيين وغير المقاتلين وكذلك مواطنين من دول أخرى. لدينا وجهة نظر مشتركة حول ضرورة وقف القتال بالسودان على الفور وعودة طرفي النزاع إلى المحادثات. فالشعب السوداني يريد عودة العسكريين للثكنات ويريد كذلك دولة ديمقراطية. المحادثات التي أجيناها كانت واعدة لوضع السودان على مسار الانتقال لحكومة مدنية. وفي هذه الأثناء حث المبعوث الأممي للسودان فولكر بيرتس جميع الأطراف على احترام التزاماتها الدولية بما في ذلك ضمان حماية جميع المدنيين. وقال بيرتس إن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لم يلتزما أمس بوقف القتال الذي أعلن عنه لأغراض إنسانية إلا بشكل جزئي، مشيرا إلى خيبة أمل شديدة جراء تجدد الاشتباكات. إذن يوم ثالث من الاشتباكات لا ينبئ بأن السودان سيعود أدراج المربع الأول من الحوارات، ومع احتدام المعارك تبرز سيناريوهات الموقف الراهن في السودان. أولا، ورغم ضبابية الصورة فإن سيناريو الحرب الأهلية ما يزال مستبعدا، فالجيش حث المدنيين على عدم الانخراط في المعارك الجارية، والسبب أنها معركة سلطة في المقام الأول. أما سيناريو عدم الحسم فإنه وارد أيضا مع تصعيد الدعم السريع هجومه ليلا بالمدفعية، لكن ميزان القوة لقوات الجيش سيمكنها في النهاية من الحسم إن لم يتطور الموقف إلى حرب شوارع في العاصمة. السيناريو الثالث يرجح أن أمد الحرب لن يطول كثيرا، أي أنها معركة محدودة زمنيا، ويدعم هذا المؤشر الانشقاقات من جانب المنتدبين في الدعم السريع بالإضافة إلى الانشقاقات القيادية. أما السيناريو الرابع فهو الرهان على الوساطة الخارجية، وهو القاسم المشترك بين الطرفين، لكن هجوم الدعم السريع ليلا يشي بأنهم يحاولون الحسم قبل بدء الوساطة، في حين يؤكد الجيش أنه لن يرضى بالوساطة قبل ردع الدعم السريع. وننتهي مع السيناريو الأخير والذي يرجح أن تعود قوات الدعم السريع إلى دارفور مجددا والتحرك من هناك كقوة انفصالية يصعب نزع شوكتها. ومعنا من القاهرة أستاذ العلوم السياسية الدكتور طارق فهمي. دكتور طارق، مرحبا بك معي في هذه التغطية. أكثر من سيناريو لهذه الأزمة، لمجريات هذه الأزمة، برأيك دكتور أي السيناريوهات أقرب يعني من خلال وفق ما تشاهده الآن ووفق الموقف الحالي لطرفي هذه الأزمة؟
هو بالتأكيد يعني سيناريو عدم الحسم هو الأكثر يعني طرحا وترجيحا. هناك وزن نسبي كما تعلم حضرتك لكل سيناريو مطروح من اللي حضرتك أشرت وتكرمت به، لكن ربما يكون السيناريو عدم الحسم لجملة من الأسباب، جزء منها متعلق بهدف كل طرف، الطرفين يسعوا بطبيعة الحال، هناك سعي لامتداد العمليات، دفع كل طرف للطرف الآخر، عدم وجود تجاوب مع المبادرات التي طرحت خلال الساعات الأخيرة، تصميم كل طرف على تحسين شروط التفاوض لاحقا حينما يحين وقت التفاوض، وبالتالي العمل العسكري يستبق أي عمل سياسي في هذا التوقيت. وبالتالي أعتقد عدم الحسم أيضا نتيجة لانفتاح المشهد على سيناريوهات عديدة، نستطيع أن نجمع عديد من السيناريوهات بجوار هذه السيناريوهات النظرية، لكن واقعيا الأمر يختلف تماما. العمل العسكري هو من سيحسم الطرفين، لكن ربما يكون السيناريو الأخير اللي حضرتك أشرت إليه هو انحصار يعني الدعم السريع وعودته الى مناطق التماس الاستراتيجيه في دارفور وتحوله الى حركه يعني حركه مسلحه او حركه متمرده، لانه في تاريخ السودان هناك حركات عسكريه حتى الان تحمل حضرتك السلاح ورفضت الانضواء في القوات المسلحه برغم ان بعض الحركات دخلت بعض الفرقه الخاصه، بالتالي عنصر بقاء التدخل السريع او الحسم السريع في المواجهة هذا أمر وارد، سيحسم أمور عسكرية بمعنى إذا طالت أمد المواجهة وهو أيضا متوقع سيكون هناك مدخلات، حتى الآن هناك في مدخلات محيدة بعد تقريبا 3 أيام من العمليات، في كل طرف سيستقوي بأوراقه وبالأطراف الإقليمية والدولية في انتظار قدرة الحسم، بمعنى أنه الطرفين حتى الآن لم يبدي أي تجاوب مع أي مبادرات سلمية مطروحة، وستشهد خلال الساعات المقبلة مبادرات أخرى، يعني لن تتوقف على الإيجاد أو المفوضية الاتحاد الإفريقي أو حتى الرباعية الدولية وأعتقد والجامعة العربية، كل هذه الأمور ستتداخل بطبيعة الحال وسيكون هناك تداخل، الموقف المباشر ستحسمه القوة العسكرية. وفي تقدير لازلنا نحن في المربع رقم 1 من كل ما تشاهده الآن، لأنه بطبيعة الحال لو بتحلل تحليل مضمون لبيانات كل طرف بصرف النظر عن صدقيتها أو عدم صدقيتها أو مصداقية ما يتم طرحه، نقف أمام عدة أمور، أن شعرة معاوية قطعت ما بين الطرفين، وبالتالي حديث بيانات القوات المسلحة الرسمية حتى هذه اللحظة تحدثت في الأول على أنها ميليشيات متمردة، ثم عادت خلال الساعات الأخيرة فدعت إلى الدعم السريع بتسليم سلاحهم والانضمام إلى أشقائهم في القوات المسلحة وعودة الذين كانوا انتدبوا من القوات المسلحة. هذا معناه أننا أمام القوات المسلحة خيارات متعددة، وأعتقد أنه العمل العسكري سيستمر لبعض الوقت. تفضل. طيب دكتور طارق، تقول قطعت شعرة معاوية، ربما يعني تتحدث هنا عن الحوار، عن يعني التهدئة، جلوس الطرفين على يعني طاولة مستديرة، لكن الخارجية السودانية ربما تؤكد هذا الكلام بقولها بأن الوضع الراهن شأن داخلي والسودانيون سيتوصلون إلى التسوية بأنفسهم. ما الذي يعنيه هذا التصريح دكتور طارق؟ هل يعني سد الباب أمام كل الوساطات الخارجية للتدخل بين طرفي الأزمة؟ بالتأكيد حضرتك سألت وأجبت، طبعا هذا هو المطروح، حتى المندوب السوداني أمس في الجامعة العربية ذكر هذا، وبيان الخارجية كما أشرت حضرتك، هذا معناه أنه لابد أن يكون هناك حل من داخل السودان وفق للمقاربة الخاصة بالخارجية السودانية. هذا الأمر ربما سيدفع بعض القوى السياسية الداخلية في السودان للتحرك، حتى هذه اللحظة المعلومات التي تصلنا هي مرتبطة بالحركات المسلحة، حتى إن بعضها لم ينضم كما أشرت إلى الجيش السوداني وتدخل في عملية الانتجريشن أو التكامل الذي طرح في وقتها. فحتى الحل السياسي الداخلي اللافت للنظر هو تجمع الحركات المسلحة المتمردة التي وصفت في مراحل معينة أنها متمردة، وبالتالي اليوم هل سيكون الحل السياسي من خلال هذه الحركات؟ الأمر الآخر هو المكون السياسي، المكون السياسي ليس على قلب رجل واحد، هناك صراعات عديدة رأسية وأفقية، وهناك تباين في
في الرؤى، وهناك أيضا تحفظات على ما كان يعرف بالإطار، اتفاقية الإطار. اليوم نتكلم على سياسة الأمر الواقع، سقط فعليا ما يعرف بالاتفاق الإطار، لأنه إذا جلس الطرفين الآن في هذا التوقيت اللي بكلم حضرتك فيه وتم وقف إطلاق النار، سيتم وضع القوات على مناطق ومراكز ومسارح العمليات، فربما يكون هناك رابح وربما يكون هناك خاسر، يعني ستبقى الأوضاع على ما هي عليه. هل سترضى القوات المسلحة السودانية أن تبقى قوات الدعم السريع في مناطق تمركزها بما يمثل لها خطرا، أم أنها ستتبع استراتيجية أخرى متعلقة بالتقسيم أو التقسيم المناطقي؟ وهذا أمر وارد حضرتك في ظل ما نشهده من تعقد المشهد العسكري، بمعنى أن كل طرف ليست لديه مناطق تمركز خاصة به. الآن نتحدث عن قوات متشابكة ومتفاعلة، فإذا تم وقف إطلاق النار ستكون هناك إشكالية في فصل هذه القوات، من يقوم بها، من سيعطي الضمانات، من سينفذ إجراءات بناء الثقة، في جملة من التساؤلات والإشكاليات المطروحة حتى مع التجاوب التفاؤل، يعني هذا السيناريو التفاؤل تفاؤل. طيب إذا دكتور تم وقف إطلاق النار وبدأنا الحديث عن عملية سياسية. أشكرك جزيل الشكر على المشاركة معي من القاهرة أستاذ العلوم السياسية دكتور طارق فهم. أدانت نقابة أطباء السودان صراع السلطة في البلاد بين طرفي النزاع مع خروج مستشفيات الشعب التعليمي والخرطوم التعليمي عن الخدمة تماما. وقالت اللجنة في بيانها إن قصف المرافق الصحية يعد انتهاكا واضحا للقانون الدولي الإنساني والمواثيق التي تنص على حماية المؤسسات الصحية وتحييدها من الاستهداف، كما وألحق القصف أضرارا بالغة بعدة مراكز طبية كمستشفى بشاير وابن سينا التخصصي. النزاع الحالي مشاهدين بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو أنهى علاقة تعاون وتحالف قديمة استمرت لسنوات بين الرجلين، امتدت لأكثر من عقدين من الزمن، فكيف تطورت هذه العلاقة قبل أن تنقلب إلى عداوة؟ السودان يسقط في وحل الاقتتال بين أقوى رجلين عسكريين في البلاد، فانقطاع حبل الود بين عبد الفتاح البرهان ومحمد حمدان دقلو أوقع السودان في المحظور. اتهامات وتوعد وتهديد بالقتل، هكذا تحول الخطاب بين الرجلين اللذين نسفا في لحظات علاقة تحالف وعمل مشترك دامت نحو 20 عاما. الرجلان عملا سويا لأول مرة سنة 2003 حين اتحدا للتصدي لجماعات مسلحة في إقليم دارفور. دقلو الملقب بحميتي أنشأ حينها مجموعة صغيرة مسلحة ووضع يده في يد البرهان الذي كان حينها منسقا لعمليات الجيش في دارفور، ومنذ ذلك الحين والرجلان يصعدان المراتب بشكل تدريجي. عادا ليتصدرا المشهد سنة 2019 حين اتحدا من جديد، وهذه المرة ليس إلا لإسقاط عمر البشير الذي قاتلا تحت رايته سويا قبل 16 عاما. هدف مشترك جمعهما ليبرما تحالفا استراتيجيا، لكن إنهاء مهام الحكومة المدنية وسيطرة البرهان إلى جانب حميتي على الحكم خريف سنة 2021 حمل معه أولى شذرات الخلاف الحقيقية، فالبرهان أعاد بعض عناصر نظام البشير إلى السلطة وهو ما اعترض عليه حميتي. لكن النقطة التي أفاضت الكأس تمخضت عن الاتفاق الإطاري الذي حمل بين ثناياه مقترح إصلاح النظام العسكري ودمج قوات الدعم السريع، مقترح كان مجرد قنبلة موقوتة انفجرت لتنهي تحالفا استراتيجيا وتشعل عداوة قد تحرق نيرانها البلاد. وسام الذهبي، العربية. ومن مدينة مروي انضم إلينا مراسل العربية نزار بقداوي. نزار، مرحبا بك معي في هذه التغطية.
قبل قليل ذكرت بأن الحركة لا تزال ضئيلة في مروي حتى الآن، هادئة نوعا ما، السكان يلتزمون منازلهم خوفا من الاشتباكات، هل لا تزال ذات الصورة في مروي؟ نعم، لا تزال ذات الصورة وذات المشهد وذات الواقع الأمني الذي فرض على سكان هذه المدينة، مدينة مروي. قبل قليل كنا قد أرسلنا عاجل بأن اشتباكات بدأت تدور رحاها داخل مطار مروي الدولي والقاعدة العسكرية الجوية العملياتية الملحقة بهذا المطار. شهدنا أعمدة وألسنة الدخان تتصاعد، لاحظنا أيضا بالعين فوهات البنادق والمدافع تنطلق منها القاذفات صوب عمق المطار وعمق القاعدة. فسر وفق عسكريين بأنه اشتباك من قبل الجيش السوداني، القوات المسلحة ضد قوات الدعم السريع التي تتمركز في الداخل، بحسب أيضا تأكيدات الجيش السوداني لقناة العربية. ألسنة الدخان انخفضت قليلا، الآن هنالك حالة من الهدوء والصمت يطبق على حواش وأطراف القاعدة وعمق القاعدة، لم نعد نستمع إلى أصوات المدفعية. كان هنالك دوي، لم نتأكد هل هو دوي لطائرات حربية عسكرية مقاتلة أم هو دوي لسيارات أو للقاذفات أو للمدفعية الثقيلة من داخل المطار. لكن الوضع الآن داخل مدينة مروي هو هادئ، يسيطر عليه التوتر والترقب من قبل المواطنين. الأجواء فيها كثير من الترقب لما سيحدث خلال الساعات أو الدقائق المقبلة. كل الأرضية المتعلقة بمساحة وتمدد العملية العسكرية هي فقط داخل محيط المطار والقاعدة، ولم تمتد حتى الآن نحو المدينة، أي أن المدينة سالمة وآمنة ولم تدخل بعض في دائرة الصراع الدائر الآن بقاعدة مروي أو بالمطار العسكري. هل شاهدتم أو رصدتم طائرات تحلق فوق مطار مروي فوق القاعدة أيضا كذلك نزار؟ استمعنا إلى أصوات أزيز أو دوي، لكن لم نلمح بالعين المجردة أو لم نشاهد طائرة. لكن طبيعة الانفجارات التي حدثت في القاعدة وفي المطار تحتاج أيضا إلى تفسير. هل الطريقة التي انفجرت بها الآليات أو المواقع التي ضربت، هل ضربت عبر آليات ثقيلة، عبر مدفعية ثقيلة، أم ضربت عبر الطيران؟ هذا يحتاج أيضا إلى تفسير وإلى معلومات من جهات عسكرية تؤكد هل الضرب الذي تم قبل قليل كان عبر سلاح الطيران السوداني أم عبر المدفعية الثقيلة. ربما المعلومات تفيد وتؤكد وتدلل خلال الساعات المقبلة. أيضا الناطق باسم الجيش السوداني كان قد تحدث للعربية بأن استعادة مطار مروي ستكون في أقرب وقت، يعني أو في وقت وجيز، يعني هل هناك ما ينبئ بأن الجيش السوداني يتحرك الاتجاه من خلال العمليات حول المطار؟ يبدو ذلك. نعم، يبدو ذلك من شواهد هذه الاشتباكات وهذه العملية. يبدو أيضا وفق المعلومات الأولية بأنه يحاول أن يبدأ هذا المسار، مسارة الاستعاد لهذه القاعدة التي كان قد سيطر عليها أمس وخرجت قوات الدعم السريع منها، ولكن تغيرت معطيات الميدان العسكري وعادت القوات إلى الداخل، قوات الدعم السريع بوفق أيضا المتحدث باسم الجيش. والآن يبدو أنه يحاول أن يستعيد ذات المسار الذي سلكه يوم الأمس بقبضته وبسيطرته وببسط نفوذه على أرضية هذا المطار والقاعدة العسكرية. تقول تغيرت المعطيات، كيف نزار؟ يوم الأمس خرجت قوات الدعم السريع من المطار صوب الجهات الشرقية من المطار. الجيش قال بأنه حسب المعلومات أيضا التي تحصلنا عليها بأنه يطبق المسارات والاتجاهات في هذه القاعدة، لكن حسب أيضا تصريحات المتحدث باسم الجيش لقناة العربية أكد قبل ساعة من الآن بأن قوات الدعم السريع هي فعلا متمركزة وأنهم يسعون وتعهدوا بأن تتواصل العملية العسكرية إلى أن يتم استعادة هذه القاعدة. أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات والتفاصيل، سنتابع معك خلال هذه النشرة ونشراتنا القادمة جد جديد. معك من مروي نزار بغداوي مراسل العربية. قلوها قبضناها دلا ماشي ماشي حية.
ماشي حية بل البل. ها زي ما قاعد تقولوا أسا عرباتكم في فتيلنا. ها كويس. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. في زول بيجر بيخلي سلاحه وبيخلي عرباته، ده معناته شنو؟ ده معناته خلاص انهزم انهزم وانتهى وانقهر واندهر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. عربات الدعم السريع في قبضة القوات المسلحة بالكامل، أكثر من 15 كروزر. رسالة لأي ميليشيا، رسالة لأي ميليشيا، خلوها قبضناها دي. لا ماشي ماشي حية ماشي حية بل البل. ها زي ما قاعد تقولوا أسا عرباتكم في فتيلنا. ها كويس. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. في زول بيجر بيخلي سلاحه وبيخلي عرباته، ده معناته شنو؟ ده معناته خلاص انهزم انهزم وانتهى وانقهر واندهر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. عربات الدعم السريع في قبضة القوات المسلحة بالكامل، أكثر من 15 كروزر. رسالة لأي ميليشيا، رسالة لأي ميليشيا. استعاد الجيش السوداني السيطرة على التلفزيون وبث بيانا وصف فيه قوات الدعم السريع بالميليشيا. وذكر الجيش السوداني في بيانه أن قوات الدعم حاولت تدمير البنية التحتية للتلفزيون بعد عجزهم عن السيطرة عليه وإذاعة بيانهم. ارفونا من جبال، نحن أهل دروق وخيل، لأننا من صعاب لعيبنا المستعيد. نحن النعام عضيل بنطلق النخيل، والذول وقت إن خمسوا تمسح بالعسكين. أسعس عليك الخوف، وين تجري وين تطير، رايك كمل. كانت هذه صور مباشرة طبعا من التلفزيون السوداني الذي عاود البث مرة أخرى ووصف قوات الدعم السريع بالميليشيات المتمردة. إذن وفي ذات الموضوع، أعلنت نقابة أطباء السودان ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى 97 قتيلا. ووفق البيان فإن عدد القتلى يتجاوز هذه الحصيلة منذ اندلاع الاشتباكات، لا سيما وأن الكثير منهم لم ينقلوا إلى المستشفيات إما بسبب وضع حرج أو صعوبة في التنقل. طالب وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره الأمريكي أنتوني بلينكين على هامش اجتماع السبع في اليابان، طلب بوقف فوري للعنف الدائري في السودان والعودة إلى حوار يفضي إلى حكومة مدنية، مؤكدا أن بلاده ستستمر بالعمل مع الأمريكيين ودول أفريقية وعربية للوصول إلى حل في السودان. في وقت سابق اليوم أجرينا نقاشا حول الوضع في السودان، وقد تواصلنا مع أصدقائنا في المنطقة العربية وسنستمر بالتواصل. وفي نفس الوقت أيضا أود التأكيد أننا نتفق مع ما قاله الوزير بلينكين في الدعوة لوقف فوري للعنف والعودة لمفاوضات تسير باتجاه إنتاج حكومة مدنية، وهذا بالتأكيد هدفنا الأكبر. وكلانا سنستمر بالعمل مع الولايات المتحدة وأصدقائنا في أفريقيا وفي العالم العربي للوصول إلى السلام وإلى ديمقراطية مدنية. هذا ودعا وزير خارجية بريطانيا جنرالات السودان المنخرطين في المعارك إلى جعل السلام أولوية والعودة إلى الحوار. وأخيرا أدعو الجنرالات السودانيين المنخرطين في هذه المعارك لوضع السلام أولا ولوضع حد للقتال والعودة إلى المفاوضات. هذا ما يريده الشعب السوداني وهذا ما يستحقه السودانيون، ونحن سنستمر بالبحث عن سبل لدعم طريق العودة للسلام.
صرح المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع عبد الله حمدوك رئيس وزراء السودان السابق، حيث أوضح جمال رشدي المتحدث الرسمي أن أبو الغيط عبر لحمدوك عن اقتناعه بأن الخروج من الأزمة الخطيرة التي تمر بها البلاد يتطلب من كافة مكونات الطيف السياسي التكاتف والعمل معا. أضاف المتحدث أن أبو الغيط حرص على الاستماع لرؤية حمدوك لتطورات الأوضاع، واتفق معه في أولوية وقف التصعيد والوقف الفوري للاشتباكات المسلحة. أوضح المتحدث أن أبو الغيط يجري في الآونة الأخيرة عددا من الاتصالات عالية المستوى بحثا عن سبل لوقف التصعيد العسكري الحالي ولاستعادة الحوار بين الأطراف في السودان. العسكر للسكنات والأحزاب للانتخابات، دائرين انتخابات حرة نزيهة مسلمة لإرادة شعبية للانتخابات. من الناحية الأخرى، ومع التحليق المكثف للطائرات الحربية للجيش، يبدو أن السيطرة على القواعد العسكرية الجوية الشغل الشاغل الآن لدى قوات الدعم السريع. فسلاح الجو وفق عسكريين النقطة الفاصلة في المعركة بين الجيش السوداني والدعم السريع، فمن يحكم السيطرة عليها يحسم المعركة. نتابع. معركة السماء، وإن كان الهدف على الأرض ففي السودان القوة هنا في القواعد الجوية. قوات الدعم السريع التي لا تمتلك قوة جوية تعلم أن من يمتلك الأجواء يحسم المعركة، فكانت البداية من هنا حيث القوة. اشتعلت المعركة حين اقتحمت قوات حميدتي إحدى القواعد الجوية في الخرطوم. اشتبك الطرفان، استخدم الجيش 3 طائرات عسكرية حتى الآن خلال الاشتباك ضد قوات الدعم السريع منذ انتشارها في قاعدة مروي حيث البداية. قاعدة مروي الجوية تقع شمال السودان، تستخدم غالباً في التدريبات والمناورات الجوية. تأتي بعدها قاعدة الخرطوم وسط العاصمة، وعلى غرب الخرطوم هنالك قاعدة الأبيض شمال ولاية كردفان، وأيضاً قاعدة وادي سيدنا في منطقة أم درمان. بالإجمال هناك 8 قواعد جوية، أهمها بالنسبة للطرفين قاعدة مروي لاحتوائها على أكبر عدد من الطائرات وأحدثها، والأهم مركز فعال للمراقبة والطائرات بدون طيار، وتليها أكبر قاعدة وادي سيدنا وفيها مخابئ الطائرات وعشرات المقاتلات العسكرية. غيداء السالم، العربية، من الخرطوم. ينضم إلينا الرشيد المعتصم محمد، الباحث في مركز الخرطوم للحوار. سيد الرشيد، أهلا ومرحبا بك معي في هذه الساعة. إلى أين تتجه الأمور حتى هذه اللحظة بتقديرك وبقراءتك أيضا؟ أهلا وسهلا، نهارك سعيد. واضح جدا أنه ما زالت هناك مناوشات وعمليات انتحارية تقوم بها قوات الدعم السريع في داخل الخرطوم وفي منطقة مروي. قدرة هذه القوات، نفس هذه القوات ليس طويلا، قدرتها على احتلال المواقع والمدن واضح أنه ضعيف. الاعتبارات عدة، أبرزها يعني خطوط إمداد لا توجد لها خطوط إمداد. عندما يتم أيضا باعتبارنا عملياتها نفسها لا تقوم على هذه الفرضية، ولكنها عمليات تقوم على فرضية عمل إعلامي واسع يدعم فكرة الحوار التي يروج لها بعض الدول وبعض الوساطات في دول الإقليم الإفريقي والعربي والعالم الخارجي. لكن نفسها قصير، ليس لها خطوط إمداد،
عقيدتها القتالية تختلف عن العقيدة القتالية للقوات المسلحة. باعتبار أنه ما عندها مشروع واضح، ليس لديها مشروع واضح المعالم، يعني هي تقاتل لأجل قادة متمردين يعني. فهذا أيضا يضعف من عقيدتها العسكرية. ثانيا لا يستطيعون البقاء لفترات طويلة، وعندما يتم الضغط عليهم ينسحبون بلا عتاد ولا سلاح، يتركون عتادهم الحربي ويتركون متحركاتهم. فالجيش أغلب متحركات وسلاح الدعم السريع في الميدان وفي المخازن، يعني جزء كبير منه الآن تحت سيطرة القوات المسلحة. لكن وحسب تصريحات يعني أحد قادة الدعم السريع للعربية في نشرة سابقة، يقول بأن هذه المعركة اقتربت من النهاية، وبأن البرهان وصفه بالهارب، بأنه هرب من الخرطوم حسب حديثه، وبأنهم سيطروا على قصر الجمهورية، سيطروا كذلك على مبنى القيادة العامة للقوات المسلحة، سيطروا على قاعدة مروي، وبالتالي الأمور الميدانية، يعني إن صحت هذه الأنباء وهذه الأخبار وهذه المعلومات التي نقلها، فيبدو أن الدعم قوات الدعم السريع تتجه يعني إلى كسب أكبر في هذه المعركة حتى الآن. سيد الرشيد، واضح أن الخطة التي اعتمد عليها غادة الدعم السريع من البداية تقوم على العمليات السريعة والإسناد الإعلامي الإلكتروني. ولكن يعني الموجودون هنا في الخرطوم من كافة أطياف يعني كل السودانيون جملة وتفصيلا في أطراف الخرطوم وفي قراها وفي الشريط المحاذي للولايات المجاورة، الآن يوثقون لهروب هذه القوات ولتحركاتها ويرسلونها يعني في تعاطف كبير مع الجيش. يعني هذه القوات الآن ممكن أن تطلق عليها قوات بلا قيادة مركزية، هذه القوات تقاتل وفق تقديرات القادة الميدانيين، يعني هم يعني بعضهم قد لا يعرف الجغرافيا السياسية للمنطقة، وبعضهم لا تعوزه الخبرة حتى العسكرية، يعني يتحركون وفق خطط المركزية. والآن طيب، ما فيش سيطرة مركزية، يعني الغادة الميدانيين هم يقدرون، لذلك يعتدون على المنازل والمواطنين ويكسرون الأسواق للحصول على التموين. طيب، وبالمقابل للجيش السوداني، هل يعني تريد أن توصل فكرة أن استراتيجية الجيش القوات المسلحة استراتيجية نفس طويل ممكن أن تنجح في السيطرة وضبط الأوضاع في العاصمة الخرطوم وباقي الولايات؟ طبعا، باعتبار أن الجيش لا يمكن أن يدخل في عمل حربي داخل الأحياء والمزارع بشكل حربي كامل، ولكنه في أنا أتوقع عندما يتم تحييد القوات والأرتال العسكرية المتحركات يعني بشكل كبير، قد المرحلة اللاحقة ربما تبدأ قدا أو بعد قدا، قد تكون هي تمشيط المدن، وهذه عادة لا يقوم بها الجيش وحده، لكن تقوم معه يعني قوات خاصة مساندة، تدخل أيضا قوات من الشرطة خاصة اسمها قوات الاحتياط المركزي، أيضا تنجح في مثل هذه المهام، وتساعد الأجهزة الأمنية والمواطنين بالمعلومات. يعني فأنا أتوقع انفتاح بعد الإنهاء بعد نهاية هذه المناوشات والقضاء على المتحركات الهائمة، قد تبدأ مرحلة لاحقة هي التمشيط داخل الأحياء، وهذه تقوم بها قوات مشتركة يعني من التجارب السابقة. طيب، ابقى معي سيد رشيد، هل هناك ما تريد أن تضيفه قبل أن أنتقل إلى الخبر القادم؟ يعني ما زالت هناك مناوشات الآن، أنا أسمع يعني في محيط القيادة العامة أسمع إطلاق أصوات رصاص، يبدو أن هناك مجموعات أيضا متحركة في اتجاه القيادة العامة، هم دائما يستهدفون مواقع سيادية، مواقع رئيسية، القيادة العامة بالنسبة لهم هدف يعني. صحيح، ولا زال أيضا حتى مراسل العربية ينقل في هذا الخبر العاجل بأن هناك قصف عنيف واشتباكات بمحيط مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم كما ذكرت سيد الرشيد. ابقى معي سأعود
إليك. نبقى في ذات الملف مشاهدين، حيث تتواصل الاشتباكات في محيط القيادة العامة للجيش بالعاصمة الخرطوم، ويقع مقر القيادة العامة في المنطقة الشمالية من العاصمة على بعد نحو 4 كيلومترات فقط من مطار الخرطوم، كما يتواجد بالقرب من مقر قيادة القوات البحرية ورئاسة أركان القوات الجوية. ويعد مقر القيادة العامة مركزا مهما وحساسا بالنسبة لقوات الجيش السوداني، ويستمر إطلاق الرصاص في محيط المبنى مع تداول أخبار عن استخدام أسلحة ثقيلة. مطار مروي العسكري كان محل تضارب هو الآخر بين الجيش السوداني والدعم السريع، فقد أعلن الجيش السوداني السيطرة على مطار مروي العسكري وعلى قيادة قطاع كردفان. وكان مراسل العربية قد أفاد في وقت سابق أن الجيش السوداني انتشر في محيط قاعدة مروي شمال السودان بعد انسحاب قوات الدعم السريع، حيث نشر عناصر من الجيش السوداني مقطع فيديو يوثق دخولهم قاعدة مروي العسكرية. نحن وين؟ أنا في مطار مروي الدولي، قال لك مطار مروي الدولي، القاعدة الجوية مروي يا مرعبين. استلمنا المطار، الله أكبر، لله الحمد، عاشت القوات المسلحة السودانية. في المقابل وقبل ذلك، أعلنت قوات الدعم السريع إحكام سيطرتها هي الأخرى على مطار مروي. احنا الان بنقول للشعب السوداني وبنطمنهم انه احنا الان سيطرنا على مطار مروي بشكل كامل، والحمد لله اخواننا بالقوات المسلحه جاتوا رغم انه واجهونا، لكن ما اذيناهم اذى شديد، لانه بنفتكرهم هم ما عدوا، ونحن عارفين انهم هم مقادين لتعليمات بعض العملاء وبعض اعضاء الوطن الدارين ينفردوا بالسلطه ومكنكشين في سلطه الشعب. مع انتشار المواجهات المسلحة بين الجيش وقوات الدعم السريع في عدة محاور من الخرطوم، دعونا نتعرف على الطبيعة الجغرافية للعاصمة السودانية التي تتجه إليها الأنظار. العاصمة السودانية الخرطوم تنقسم إلى 3 مدن، هي الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري. هذه المدن مجتمعة تشكل الخرطوم الكبرى بعدد سكان يتراوح ما بين 8 إلى 10 ملايين نسمة، منهم مقيمون ومنهم متنقلون إليها يوميا للعمل وكسب الرزق، والنسبة الأكبر من السكان تقطن في مدينتي الخرطوم وأم درمان. الاشتباكات الجارية حاليا متداخلة في المدن الثلاث دون وجود خط فاصل بين الجيش وقوات التدخل السريع. في حال حدوث ما لا تحمد عقباه واتساع رقعة القتال، سيكون أمام قاطني الخرطوم طريق واحد للنزوح، وهو الجنوب تحديدا إلى المدن الواقعة على النيلين الأبيض والأزرق. وفيما يتعلق بسكان الخرطوم بحري، أمامهم التحرك شمالا أو شرقا للابتعاد عن مناطق القتال. أخيرا، سينبغي على سكان أم درمان إن هددت الأوضاع الأمنية أمنهم النزوح إلى المدن الواقعة غرب وشمال وجنوب أم درمان. أصدرت وزارة الخارجية السودانية بيانا أوضحت فيه أن البرهان أصدر قرارا بحل الدعم السريع وإعلانها قوة متمردة على الدولة، وسيتم التعامل معها على هذا الأساس. كما أكدت الخارجية أن كل الوساطات الوطنية لدمج الدعم السريع بالجيش قد باءت بالفشل. جاء في البيان أيضا أن القوات المسلحة تعتمد استراتيجية قتالية لتقليل الخسائر في المنطقة، مؤكدة أن الوضع الراهن شأن داخلي، والسودانيون سيتوصلون إلى التسوية بأنفسهم. أعود مرة أخرى إلى السيد الرشيد المعتصم، الباحث في مركز الخرطوم للحوار. سيد الرشيد، يعني قبل قليل الخارجية السودانية تقول بأن السودانيين سينهون هذه المسألة وهذه الخلافات بأنفسهم، هل هذه إشارة مباشرة ل يعني عدم نيتهم الدخول في أي حوار في أي وساطات أيضا من أطراف دولية أو حتى إقليمية؟ غضبا، الجيش السوداني لن يدخل في حوار. السبب الأول أنه في الميدان هو المنتصر. السبب الثاني أن السودانيون نفسهم لا يقبلون أن تنتهي هذه المعركة ويكون هناك جيشان، لأنه أصلا هذه الأزمة أزمة تطاولت، الجيش تعامل معها برفق، والدعم السريع عجل بهذه المعركة يعني المؤجلة.
فهذه المعركة أصلا في غرفة السودانيين، يعني أزمة السودان في الفترة الأخيرة غير الضعف بتاع الأحزاب السياسية هي وجود جيشين، يعني وخروج الدعم السريع عن طوع القوات المسلحة يشكل تهديد وشكل كثير من المخاوف لدى السودانيين. السودانيين الآن حتى الجيش لا يمكن قادة وضباط القيادات الوسيطة وأفراد الجيش والمواطنين السودانيين الآن لا يقبلون بوضعية. يعني هناك سيد رشيد من يقول بأن يعني هذه القوة قوات الدعم السريع كانت تحت عباءة الجيش، كانت منضوية أو تأتمر بأمر القوات قائد القوات المسلحة، لكن البرهان هو من أصدر القرار بخروجها من عباءة الجيش وباستقلالها بشكل كامل في 2019، ألا يتحمل هنا جزءا من هذه المسألة؟ وغادي يتحمل، أطراف كثيرة تتحمل المسؤولية، النظام السابق، البرهان، غيره، لكن نحن الآن معنيين بالمرحلة، ما معنيين بما سبق. هذه تقديرات سياسية وعسكرية لأشخاص ولأنظمة، لكن نحن معنيين باللحظة الآن. يعني في هذه اللحظة هناك إجماع، يعني وجود جيشين هذا يعني غير مرغوب فيه. لا بد من توحيد القوات المقاتلة، لا بد من صوت واحد، ووجود جيش يعني يتحدث ويطلع ويتوسع في بناء ترسانة حربية ويتوسع جغرافيا ويبني أموال بعضها مشبوه وبعضها مشروع وغير مرئي ويخلق شبكة مصالح، هذه في القطاع واضح. المدني طيب. أيوة، لكن في القطاع العسكري هذا أمر بيكون مهدد، ليس لاستقرار السودان ولكن للإقليم نفسه، باعتبار أن وجود هذه الوضعية سيساهم في وجود جيوش أخرى في السودان. السودان بلد واسع. واضح سيد رشيد، أنا أشكرك جزيل الشكر. لم يتبقى لدي الكثير من الوقت من الخرطوم. رشيد المعتصم الباحث في مركز الخرطوم للحوار، شكرا جزيلا لك. شكلت الأزمة الراهنة في السودان ضربة جديدة لاقتصاد البلاد، واستمرار الصراع العسكري قد يجعل من الصعب خروج السودان من الأزمة الاقتصادية الضاربة بجذورها لعقود مضت. لا يمكن رسم صورة متفائلة للاقتصاد السوداني في ظل التصعيد المسلح بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. قبل هذه الاشتباكات كان الاقتصاد يرزح تحت سلسلة من الأزمات التي يعود تاريخها إلى حقبة الرئيس السابق عمر البشير، واستمرت حتى بعد سقوطه في 2019. الحكومة الانتقالية التي تولت السلطة بعد إسقاط البشير أحيت آمال السودانيين في تحسن أحوالهم، إذ رفعت واشنطن بلادهم من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وعادت المساعدات الأجنبية التي ناهزت ملياري دولار سنوياً، إلا أن الدول المانحة قررت تعليق مساعداتها للسودان بعد الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في أكتوبر 2021، وشملت حل مجلسي الوزراء والسيادة الانتقاليين، مؤكدة أنها لن تستأنف دعمها للخرطوم ما لم تعد السلطة إلى أيدي المدنيين. الاقتصاد السوداني لم يشهد نمواً منذ عام 2019 إلا في عام 2021، فقد سجل نمواً طفيفاً بنحو 0.5% لينكمش مجدداً في عام 2022. صندوق النقد توقع نمو اقتصاد السودان خلال العام الجاري ب 2.5%، إلا أن الأحداث الأخيرة قد تعيد الاقتصاد إلى مربع الانكماش. ويحاصر التضخم الاقتصاد منذ أكثر من 3 سنوات، فخلال 2022 ارتفع التضخم إلى أكثر من 154%، وفي يناير الماضي بلغ التضخم السنوي نحو 83%، لكن هذه الأرقام كانت قبل الأزمة الراهنة بين الجيش وقوات الدعم السريع. ويعتمد السودان على الخارج لتغطية معظم احتياجاته من النفط والغذاء، وفي ظل تدهور قيمة عملته وارتفاع الأسعار عالمياً، سجل السودان خلال 2022 أعلى عجز في ميزانه التجاري منذ 2012، ويساوي الدولار الواحد حالياً في المتوسط نحو 600 جنيه سوداني، مقابل متوسط بين 18 إلى 47 جنيها للدولار الواحد في 2018. كل هذه العوامل انعكست تدهوراً في مستويات المعيشة، وسط تراجع القدرة الشرائية وارتفاع التضخم وارتفاع مستويات الديون الخارجية وغياب الاستثمارات الأجنبية،
وبالطبع وفي حال تفاقم الأزمة الراهنة فإن كافة المؤشرات الاقتصادية ستسير نحو الأسوأ. محمد زهير، العربية. إذن ساعتنا الإخبارية التي تواكب تغطية الأحداث في السودان والجارية هناك منذ 3 أيام، الاشتباكات الجارية بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني. التغطية الآن للزميل طالب كنعان. إليك طالب، تفضل. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.